معايا في الاستوديو الآن ضيفتي السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة. أهلا بك سعادة السفيرة وصباح الخير لحضرتك. صباح الخير على مصر كلها ويوم مشهود، وأعتقد أن المرأة المصرية يعني شرفتنا، وده كان متوقع منها منذ 25 و30 يناير. حصل للمرأة المصرية تغيير كامل، اهتمام شديد بالحياة السياسية. يمكن يعني في المرات السابقة كان في دايما مشاركات نسائية في الاستحقاقات الانتخابية، لكن المشاهد دي يمكن لأول مرة بالحجم ده بنشوف المشاركات نسائية. شوفي، المرأة عاوزة استقرار، وعاوزة ما تشوفش ابنها ولا جوزها ولا قريبها يحصل له أي حاجة. الحقيقة احنا اتعذبنا في الثلاث سنين اللي فاتت دي، فأعتقد أن الأمل في مستقبل أفضل، في استقرار وفي ابنها يشتغل والاقتصاد يعود، هو ده ترجمة فعلية بأنه كمان يعني هما بيلبوا نداء سمعوه من كام يوم. أنا الحقيقة لغاية امبارح بالليل كنت مسافرة، فسمعوا من الفريق السيسي نداء للمرأة بالذات، لأنه هو حس وعرف في الاستحقاقات السابقة قد إيه المرأة كانت مؤثرة أكثر صحيح من الرجل. يمكن ده مش إقلال من قيمة الرجل، ولكن المرأة عشان هي صاحبة البيت وهي اللي خايفة على الأولاد وعلى الجوز وعلى الأخ، عاوزة استقرار مش عاوزة العنف ده. واضح أن المرأة المصرية يعني قبلت، لبت هذا المطلب والنداء من الفريق أول السيسي، بدليل أن يعني في المشاهد اللي شايفينها لحد دلوقتي على الأقل هي بطل هذا اليوم يعني إلى الآن. وإحنا فخورين بالمرأة المصرية أكيد. الحقيقة. طيب يعني سعادة السفيرة، إحنا عايزين طبعا، أنا عارف أنك عملتي عشرات الندوات في الأرياف من خلال المجلس القومي للمرأة للتعريف بالمواد الخاصة بالمرأة في الدستور، ولكن لا بأس أن إحنا نعرف مرة تانية بالذات المقارنة بين هذه المواد في دستور الحالي وبين 2012. الحقيقة 2012 ما كانش بيتكلم عن المرأة، كان بيتكلم على إحدى صفات المرأة وهي الأمومة والطفولة، ترعى الدولة الأمومة والطفولة. لكن المرأة كمواطن وكإنسان له حقوق وعليه واجبات، ده ما كانش وارد في دستور الدكتور مرسي. إنما الدستور ده بيتكلم أول حاجة مساواة المرأة في كل الحقوق وتمثيلها في المحليات بربع العدد وتمثيل مناسب في البرلمان، منع العنف ضد المرأة، الالتزام بالاتفاقيات الدولية، الضمان الاجتماعي للست اللي ما بتشتغلش والفقيرة والمسنة والمعيلة، كل الفئات المهمشة ده، سكان الريف رفع مستوى معيشتهم، الاقتصاد يراعي العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الناس والقضاء على الفقر، اعتبار العشوائيات والأمية مشاريع قومية للانتهاء منها. طبعا المرأة عايشة في العشوائيات وعندها مشاكل كثيرة بسبب هذه العيشة، فكل ده طيب هو كل ده كلام جميل ولا